مرحبا بكم، معكم أستاذ خالد سحاسح، أستاذ مادة علوم الحياة والأرض، المستوى الثانية بكالوريا، مسلكي علوم فيزيائية وعلوم الحياة والأرض. إذن سنتطرق خلال هذه الوحدة لموضوع الظواهر الجيولوجية المصاحبة لنشوب السلاسل الجبلية وعلاقتها بتكتونيات الصفائح. هذه الوحدة تضم ثلاث فصول. الفصل الأول يتعلق بالسلاسل الجبلية الحديثة وعلاقتها بدينامية الصفائح. الفصل الثاني يتعلق بظاهرة التحول وعلاقته بتكتونية الصفائح أو بدينامية الصفائح. ثم الفصل الثالث سيكون مخصص للجرانيتية وعلاقتها بالتحول. إذن قبل الاسترسال في مختلف الفصول المكونة لهذه الوحدة، سوف نعرض تمهيد مبسط لهذه الوحدة. فالجيولوجيون ينعتون كوكب الكرة الأرضية على أنه كوكب نشيط، وهذا النشاط يتجلى ويتمظهر في مجموعة من الظواهر الجيولوجية على سطح الكرة الأرضية. نذكر على سبيل المثال الزلازل، البراكين، التشوهات التكتونية، والتضاريس العالية التي تشكل سلاسل جبلية. كل هذه التمظهرات الجيولوجية التي تظهر على سطح الكرة الأرضية فهي نتاج لحركية الصفائح. هذه الحركية التي تقدر ببضع سنتيمترات في السنة يمكنها عبر الزمن الجيولوجي الذي يقدر بملايين السنين أن تؤدي إلى تشكل سلاسل جبلية يمكن أن يصل ارتفاعها إلى أكثر من 8 كيلومترات. إذن هذا التمهيد يدفعنا لطرح التساؤلات التالية: ما هي أنواع السلاسل الجبلية؟ وما هي الخصائص والظواهر الجيولوجية المميزة والمصاحبة لها؟ وكيف يمكن استغلال مختلف هذه المعطيات الجيولوجية لاسترداد مراحل تطور هذه السلسلة الجبلية وعلاقتها بحركية الصفائح؟ قبل الخوض في إجابة عن هذه التساؤلات، لا بد من التذكير ببعض المكتسبات والمفاهيم الجيولوجية. ونبدأ بأول مفهوم وهو البنية الداخلية للكرة الأرضية. فقط للتذكير، فهذه المفاهيم فهي ضرورية لاستيعاب مختلف الفصول التي سوف نتطرق إليها خلال هذه الوحدة. إذن بالنسبة للبنية الداخلية للكرة الأرضية فتحديدها يصعب بكيفية مباشرة، ولكن يعتمد الجيولوجيون على الدراسات الجيوفيزيائية، خصوصا دراسة سرعة انتشار الموجات الزلزالية التي تتغير حسب الحالة الفيزيائية للصخور الباطنية، سواء صلبة، لدينة أو سائلة الكثافة إلى غير ذلك. فقط للإشارة، فسرعة الموجات الزلزالية POS تتميز بخاصية أنها تنخفض على أن سرعتها تنخفض في الأوساط السائلة بالنسبة للموجات S، في حين تختفي الموجات P، بينما تزداد سرعتها في الأوساط الصلبة. إذن مكنت هذه الدراسة الجيوفيزيائية لسرعة انتشار الموجات الزلزالية من تحديد بنية الداخلية للكرة الأرضية. إذن لدينا الوثيقة التالية. إذن نلاحظ بأن الكرة الأرضية تتكون من مجموعة من الطبقات. إذن الطبقة السطحية تمثل القشرة الأرضية، حيث نميز القشرة القارية والقشرة المحيطية المغطاة
المحيطات، مياه المحيطات. بعد ذلك نجد الرداء إلى غاية عمق حوالي 2900 كيلومتر، يمثل الحد الفاصل بين القشرة القارية والرداء ما يسمى بانقطاع موهو. بعد ذلك نجد النواة إلى غاية عمق حوالي 5200 كيلومتر، ثم في مركز الأرض نجد البذرة. نعود للرداء، فعلى عمق حوالي 700 كيلومتر نجد حد فاصل يقسم الرداء إلى جزئين. إذا لدينا الرداء العلوي إلى غاية 700 كيلومتر، ثم لدينا الرداء السفلي. بالنسبة للرداء العلوي على عمق يتراوح ما بين 70 إلى 150 كيلومتر، نجد منطقة تتميز بانخفاض سرعة الموجات الزلزالية تسمى منطقة الفيزيل، والتي تجزئ لنا الرداء إلى جزء، الرداء العلوي إلى جزئين. رداء الجزء العلوي، الجزء العلوي من الرداء ووصل، والجزء السفلي من الرداء العلوي أو الأستينوسفير. تشكل القشرة الأرضية سواء كانت محيطية أو قارية مع الجزء العلوي للرداء ما يسمى بالغلاف الصخري أو الليتوسفير. إذن كتلخيص لما سبقت الإشارة إليه، فالبنية الداخلية للكرة الأرضية تتشكل من الطبقات التالية: القشرة الأرضية السمك يتراوح ما بين 87 كيلومتر، يمكن تمييز قشرة قارية ذات طبيعة غرانيتية أو قشرة محيطية ذات طبيعة بازالتية. بالنسبة للرداء يصل تقريبا حتى عمق 2900 كيلومتر، ويتكون من رداء علوي ورداء سفلي. ينقسم الرداء العلوي إلى رداء علوي صلبي على رداء علوي لدين يسمى الأستينوسفير، ثم تشكل القشرة الأرض أو تشكل القشرة الأرضية مع الرداء العلوي الصلب ما يسمى الغلاف الصخري. يمثل قطاع موهو الحد الفاصل بين القشرة الأرضية والرداء. ثم نجد النواة تصل تقريبا حتى عمق 5200 كيلومتر، يفصل عن الرداء انقطاع غوتنبرغ. بالنسبة للبذرة يفصل عن النواة انقطاع ليمان. المفاهيم الأخرى التي سوف نتطرق كذلك إليها في هذا التذكير، وهي المقارنة بين صخرتي الجرانيت والبازالت. فسبقت الإشارة في الفقرة السابقة على أن القشرة القارية فهي ذات طبيعة جرانيتية، والقشرة المحيطية فهي ذات طبيعة بازالتية. إذن من خلال الصورة التالية لدينا عينة من الجرانيت، تلاحظون بأن لها مظهر فاتح، كما أن يمكن ملاحظة بعض المعادن بالعين المجردة. عندما ننتقل إلى ملاحظة المجهرية لعينة من الجرانيت أو لصفيحة من الجرانيت، فيتضح بأنها تتكون من مجموعة من البلورات أو المعادن الكبيرة القد. إذن فتعتبر صخرة الجرانيت إذن صخرة صهارية ناتجة عن صهارة بلوتونية. بلورات كبيرة تتميز ببلورات كبيرة القد متماسكة وكاملة التبلور. نقول بأن الجرانيت يتميز ببنية محببة. يمكن تفسير هذه البنية بأن الصهارة التي أدت إلى تشكل هذا الجرانيت تعرضت لتبلور وتسرب بطيء في العمق. بالنسبة لصخرة البازلت، لاحظوا معي في الصورة عينة صخرة البازلت، فهي تظهر بلون داكن ويصعب تمييز المعادن على أو البلورات على مستواها.
بالنسبة للملاحظة المجهرية للصفيحة الدقيقة للبازلت، فتظهر بمجموعة من المعادن، لدينا بعض المعادن كبيرة القد، ثم العديد من المعادن الصغيرة القد تسمى الميكروليتات، ثم الجزء الملون بالأسود فيشكل عجين زجاجي. إذن تعتبر صخرة البازلت صخرة كذلك صهارية ولكن بركانية، نصادفها على مستوى البراكين. تتميز ببلورات مختلفة القد وغير كاملة التبلور بالإضافة إلى عجين زجاجي، نقول بأن لها بنية ميكروليتية. هذا الاختلاف في قد البلورات يدل على أن الصهارة قد تصلبت عبر مراحل: تصلب سريع في السطح يعطي عجين زجاجي، تصلب متوسط أثناء صعود الصهارة يعطي بلورات صغيرة القد أو ميكروليتات، وتصلب بطيء في العمق يعطي بلورات كبيرة القد. ننتقل إلى المفهوم الثاني وهو الغلاف الصخري المحيطي. سوف نقوم بمقارنة بين الغلاف الصخري المحيطي والقاري. إذن نعود للشكل الذي يمثل بنية الكرة الأرضية، فتلاحظون الإطار الأول هنا فهو يدل على جزء من الغلاف الصخري المحيطي الذي سوف نعمل على تكبيره لتحديد مكونات الغلاف الصخري المحيطي، وبنفس الطريقة بالنسبة للغلاف الصخري القاري. إذن بالنسبة للغلاف الصخري المحيطي ويسمى كذلك الأوفيوليت، فيتشكل من الصخور التالية. إذن لدينا في الأعلى رواسب محيطية، بعد ذلك نجد صخرة البازلت على شكل وسيدات لافية، ثم مركب من العروق، عروق ديوريت، صخور ديوريت والدوليريت، ثم الجابرو، إذن ثم على مستوى الرداء نصادف صخرة البيريدوتيت أو صخور البيريدوتيت. طبيعة الحال الرواسب المحيطية والبازالت والمركب من العروق والجابرو تشكل القشرة المحيطية، في حين يتشكل الرداء من صخرة البيريدوتيت بينهما انقطاع مهم. بنفس الطريقة سوف ننتقل إلى جزء من الغلاف الصخري القاري، كذلك يتشكل من رواسب ولكن هذه المرة قارية. لدينا بعد ذلك نجد صخور متحولة، ثم في العمق نجد صخور غرانيتية. هذه الصخور تشكل القشرة القارية، في حين الرداء يتشكل من صخرة البيريدوتيت. المفهوم الموالي هو مفهوم الصفيحة. إذن تظهر الوثيقة التالية خريطة توزيع كل من البراكين والزلازل على صعيد العالمي. إذن نلاحظ النقاط، إذن تلاحظون توزيع هذه النقاط، نلاحظ هنا التي تدل على الزلازل، انتشار الزلازل على الصعيد العالمي، ونفس الشيء بالنسبة للبراكين، لدينا توزيع البراكين. إذن ما نلاحظه من خلال هذه الوثيقة أن هناك تطابق بين توزيع البراكين والبؤر الزلزالية. هذا التوزيع يتم على مستوى مناطق ضيقة أو أشرطة ضيقة، والتي تحدد أجزاء من الغلاف الصخري الأرضي. إذن لدينا الجزء الأول، الجزء الثاني، الثالث، الرابع، الخامس إلى غير ذلك. هذه الأجزاء تسمى صفائح، وحدود هذه الصفائح التي تتميز بنشاط زلزالي وبركاني كثيف فنصنفها إلى ثلاث أنواع. هناك على مستوى قعور المحيطات نجد
الذروات المحيطية، ثم نجد في بعض الهوامش النشيطة هناك مناطق التمر. إذن هوامش نشيطة عكس الهوامش غير النشيطة. ثم تلاحظون لدينا هذه الخطوط فهي عبارة عن فوالق محولة. إذن كنلاحظوا بأن المنتصف ديال هذه الصفائح فهي مستقرة، يعني النشاط البركاني والزلزالي فهو ضعيف. إذن من هنا نستخلص كمفهوم للصفيحة، هي عبارة عن قطعة من الغلاف، قطعة صلبة ومستقرة من الغلاف الصخري الأرضي، بحيث يمكن للصفيحة أن تكون إما قارية أو محيطية أو هما معا، ويمكن تمييز حوالي 12 صفيحة تفصل بينها الحدود التالية: الذروات المحيطية، مناطق التمر، والفوالق المحولة. إذن كمثال لهذه الصفائح لدينا الصفيحة الإفريقية، جزء منها قاري وجزء محيطي. لدينا مثلا هنا صفيحة نازكا، صفيحة الكوكوس، فهي صفائح محيطية. ثم يمكن اعتبار الصفيحة العربية فهي صفيحة قارية. إذن بالنسبة للفصل الأول سوف نتطرق لموضوع السلاسل الجبلية الحديثة وعلاقتها بتكتونية الصفائح. إذن كما دخل هذا الفصل نقترح الوثيقتين التاليتين. الوثيقة الأولى تمثل توزيع السلاسل الجبلية الحديثة على الصعيد العالمي، والوثيقة الثانية فهي تمثل طبيعة الحركة التي توجد بين مختلف الصفائح الصخرية. إذا انطلاقا من تحليل معطيات هاتين الوثيقتين أبرز مميزات المناطق التي تتواجد بها السلاسل الجبلية الحديثة. إذا تظهر الوثيقة التالية توزيع السلاسل الجبلية الحديثة، حيث يمكن تمييز محورين: محور شمال جنوب ومحور شرق غرب. من بين السلاسل الجبلية التي يمكن تمييزها هناك مثلا سلسلة جبال الأنديز، لدينا الجبال الصخرية، ثم لدينا سلسلة جبال الألب وسلسلة جبال الهيمالايا. السؤال الذي يطرح: لماذا تتواجد هذه السلاسل الجبلية في هذه المواقع تحديدا؟ إذا للإجابة على هذا التساؤل سوف ننتقل إلى الوثيقة التالية التي تظهر الحركة التي توجد بين مختلف الصفائح. فمثلا نجد على مستوى منطقة التمر بين صفيحة نازكا والصفيحة الأمريكية الجنوبية، فنلاحظ أن هناك تقارب. نفس الشيء بين الصفيحة الأوروآسيوية والصفيحة الإفريقية، فنلاحظ أن هناك تقارب. وعلى هذه المستويات نجد سلاسل الجبلية السابقة الذكر، مثلا سلسلة جبال الهيمالايا، سلسلة جبال الألب، سلسلة جبال الأنديز، ثم سلسلة جبال الصخرية. فنلاحظ من خلال هذه القراءة البسيطة لهاتين الوثيقتين أن السلاسل الجبلية الحديثة عموما تتواجد في مناطق تقارب وتجابه صفائح الغلاف الصخري. إذن يبين توزيع الجغرافي للتشوهات الحديثة أن هذه الأخيرة تتوافق مع حدود صفائح الغلاف الصخري الأرضي، حيث تتشكل السلاسل الجبلية في مناطق تقارب الصفائح نتيجة لتجابه صفيحتين صخريتين. رغم هذا التشابه فنميز ثلاث أنواع من السلاسل الجبلية الحديثة: هناك سلاسل التمر،
سلاسل الطفو وسلاسل الاصطدام. إذن هذا يدفعنا لطرح التساؤلات التالية: ما هي الخصائص البنيوية والصخرية والجيوفيزيائية المميزة لكل نمط من السلاسل الجبلية؟ وكيف يمكن استثمار هذه المعطيات الجيولوجية لتحديد مختلف مراحل تشكل سلسلة جبلية معينة؟ إذن بخصوص الإجابة عن هذه التساؤلات سوف نتركها إلى الحصة المقبلة، وشكرا على انتباهكم.